خير، صباح السعادة على حضراتكم. يوم جديد وحلقة جديدة من مطبخ لايف مع حضراتكم. النهاردة نسرين مشعل، النهاردة عاملين حلقة خفيفة كده وظريفة قبل شهر رمضان إن شاء الله. عاملين السجق الإسكندراني، بس عاملينه النهاردة بدبس الرمان، وعاملين كمان المكرونة بالسجق، بس مش عاملينها طاجن، عاملينها كده على يعني في الصينية عادي أو في على البوتاجاز عادي، مش حاطينها في الفرن، يعني بشكل جديد. وعاملين كمان البتنجان المخلل والطماطم المخللة إن شاء الله. ان شاء الله المنيو يحوز على اعجابكم، والمنيو هينزل دلوقتي على الشاشه. السجق الاسكندراني بدبس الرمان، والمكرونه بالسجق، وعندنا البتنجان المخلل. هبدا اول حاجه، طبعا اول وصفه عندنا هنبدا بالسجق. السجق ما بياخدش اساسا وقت معايا على النار، وكل الولاد بيحبوه. النهارده هنعمله بدبس الرمان. الريسبي هتنزل بتاعه السجق دلوقتي على الشاشه. عندنا سجق اسكندراني بدبس الرمان، هنحتاج نص كيلو سجق اسكندراني، وعايزين بصلتين متقطعين شرايح، وعندي فلفل الوان متقطع شرايح، فلفل اخضر برضو مقطعاه شرايح او جوانح، وعندي فصين ثوم، وعندي كمان معلقه معجون طماطم. نبدا ان شاء الله كده في اول وصفه. بنسخن طبعا الجريل بتاعي او الطاسه اللي انت هتشتغلي فيها، او اي حاجه هتعملي فيها، الصينيه اللي هتشتغلي فيها ايا كان، بسخنها الاول طبعا، وبحط الماده الدهنيه بتاعتي قليله، ما زودش الماده الدهنيه بتاعتي وانا بشتغل، لان السجق اساسا في جواه نسبه دهون عاليه جدا، فطبعا انا ما بزودش ده، لان هو بيبك الماده الدهنيه بتاعتي اثناء ما انا بشتغل. يمكن انا حاطه قليل جدا جدا من السمن على الزيت. هبدا بقى ان انا احط السجق. اهو انا طبعا ممكن تقصيه بالمقص، ممكن تعمليه بالسكينه، عايزه تعمليه زي ما هو كده، صوابع كده زي ما هو، مفيش مشكله خالص اللي حضراتكم عايزينه. بس المهم وانا بقص السجق ما يعني ما صغروش قوي، على اساس ان هو بيجي بعد كده يعني بتطلع الحشو بتاع السجق ده بيطلع بره، ما تبقاش حلو. انا طبعا هسيب كام صباع كده من السجق على اساس اعمل بيه المكرونه ان شاء الله. طبعا اول حاجه ببدا بيها السجق على اساس ان انا يتشوح معايا من الجنبين، زي اي لحمه وزي اي فراخ بنحطها الاول في الجريل بتاعي، واشوحها على كل الجوانب بتاعتي. ده كفايه. اشوحه كويس جدا وياخد الصدمه بتاعته. طبعا انا معليه النار عشان الجريل بتاعي يبقى سخن واقدر انا اشوحها كويس. كده هستنى عليه بس يتشوح معايا. طبعا انا محضره بقيه المكونات بتاعتي، مقطعه بصل جوليان ومقطعه بكميه اللي انت حباها. بتحبي البصل كتير مع السجق قطعي بصل كتير، لان هو كده كده بيكش وبيقل الحجم بتاعه بعد اما بيستوي السجق بتاعك. عايزه تكتري بقى كميه السجق اللي انت عاملاها، يبقى حطي كمية بصل كتير، بحيث ان انت يعني تزودي الكمية بتاعة السجق بتاعتك ان انت عاملاها. اخليه بس يتشوح شوية. وطبعا عندي البهارات بتاعتي، هضيف البابريكا، هضيف طبعا البهارات بتاعة السجق او بهارات اللحمة، عندك بهارات سبعة ممكن تحطي، هو كمان السجق بيبقى متبهر اساسا، فكده كده فيه البهارات بتاعته. بنزل بقى بعد كده البصل بتاعي. يتشوح بقى مع السجق وياخد من النكهة بتاعته. ايه
النهارده هنعمل المكرونه بالسجق برضو، بس مش هنعملها كطاجن زي اللي بيتباع في المحلات بتاعت الكشري، لا انا هعملها عادي بالشكل التقليدي بتاعنا، بس هنضيف لها السجق لحد بقى ما يتشوح البصل شويه مع البصل بتاعي. ممكن ان انا ابدا في المكرونه بتاعتي عشان اشتغل على الاثنين مع بعض. انا مش هضيف دبس الرمان خالص دلوقتي، ده اخر حاجه خالص ممكن انا اضيفها. هقطع بقى فصين ثوم معايا، بيدي نكهة حلوة جدا الثوم. فصين او ثلاثة بالكتير، يعني ما تكتريش من كده مع البصل. انا ضفت كده الثوم بتاعي وضفت البصل، سيبهم بس يتشوحوا شويه كده. اضيف بقى كمان معايا المعجون الطماطم البيوريه، احط معلقه واحده كفايه. وعندي كمان طماطم متسبكه اهي. اول بس ما يبتدي يدبل معايا هبدا ان انا احط الفلفل بتاعي، الفلفل الالوان او الفلفل الاخضر اللي انا مقطعه. نضيف شويه ميه صغيرين، هو بيستوي مع نفسه كده. من اسهل الحاجات اللي بتتعمل بطريقه سهله وبسيطه ما بتاخدش ايه سوا على النار لست البيت تلت ساعه 25 دقيقه اقل كمان. هسيبه بقى يستوي شويه عشان اضيف بقيه الفلفل بتاعي او ممكن احط بابريكا بقى، مش هضيف كتير بهارات لان هو اساسا السجق فيه متبهر اساسا بيبقى جواه توابل كتير. انا حطيت قليل جدا من البابريكا وقليل جدا من الفلفل الاسود والبهارات بتاعتي. انا كده بالنسبه لي البصل اهو ابتدى يدخل فيه السوا بتاعي. ممكن بقى اسيبه كده يستوي وابدا في المكرونه بتاعتي. انا كده فاضل لي في السجق اللي انا اضيف الفلفل الالوان والفلفل الاخضر بتاعي، اسيبها كده مع نفسها تشكشك مع نفسها كده واكمل السوا بتاعه وابدا ممكن في الوصفه الثانيه اللي هي المكرونه بالسجق. ممكن الريسبي تنزل دلوقتي على الشاشه بتاعه المكرونه بالسجق. المكرونه بالسجق النهارده انا عندي مكرونه انا سلقاها، وطبعا بتدفيها وانت بتسلقيها بتحط لها الملح بتاعها وبتحط لها يعني معلقه زيت بحيث ان هي ما تتمسكش وتبقى زي ما حضراتكم شايفينها كده.
المقادير نزلت على الشاشه اهي. بالنسبه للمكرونه اللي بالسجق، نص كيلو مكرونه سجق بلدي طبعا مقطع مش كتير، انا بس بدعم المكرونه بالسجق، وعندي بصله مفرومه، وعندي فلفل اخضر مفروم، وعندي طبعا فصين لثلاثه ثوم، وعندي معلقتين معجون طماطم، وبحط طبعا عصير الطماطم عشان ابتدي ان انا اسبك الطماطم بتاعتي واحطها على المكرونه. انا بس بقلب السجق بتاعي. هو ابتدى يدخل في السوا بتاعي، هبدا ان انا احط بقى المكرونه، حاطه الزبده على الزيت، حطهم طبعا في الحله. اول ما يبداوا يسخنوا هنزل باول حاجه عندي اللي هي البصل المقطع، انا مقطعاه صغير جدا يعني مش فرماها في الكبه، لا انا مقطعاه كده ناعم صغير على ايدي. هبدا انزل بقى بيه البصل، انا مش عايزاها تحمر ولا تصفر، هي بس مجرد تدبل معايا. الوصفات دي بتبقى سهلة قبل رمضان كده نقدر نعملها للولاد، لأن في رمضان أو أول 10 أيام في رمضان مش هنعمل سجق ولا نعمل كبدة ولا الحاجات دي، فالأكلات السريعة دي نعملها بسرعة للولاد قبل إيه، قبل ما رمضان يجي. أنا بس هستنى على البصلة شوية أول بس ما تدبل معايا. سجق رهيب بصراحة. ممكن بقى في المرحلة دي انزل بيه الفلفل الاخضر بتاعي. ممكن كمان اضيف فلفل حامي شوية، فلفل حار، انا مقطعها كده ترنشات فلفل حار. اولا بزود من القيمه الغذائيه بتاعتي، وفي نفس الوقت ايه يعني بيخلي التست اعلى. المكرونه طبعا التانيه اللي بتتعمل كطاجن دي بتتعمل بطريقه تانيه خالص، تحطي السجق بتعملي السجق الاول لوحده وبتشوحيه، وبعد كده بتبتدي ان انت تحطي عليها المكرونه، وبتحطي صوص المكرونه، وبتحطي اللي هو عصير الطماطم، يبقى متسبك نص تسبيكه كده، وبعدين بتحطيها في الطاجن، وتحطي الطاجن في الفرن لمدة نص ساعة أو 20 دقيقة، بتلاقي الطاجن بتاعك زي الفل. بتحطي طبقة كده زي ما بنحط طبقة لحمة مفرومة، ممكن بنستعيد بيه بقى بدل اللحمة المفرومة بنحط ممكن لإما كبدة لإما بنحط سجق. هضيف بقى معجون الطماطم بتاعي، ريحة روعة. أنا بقى هنزل كده بالنسبة للسجق، ممكن ننزل في المرحلة دي بالفلفل بتاعي. أنا مكترة الفلفل كده على أساس أزود من الكمية، يعني أنت عندك عدد أفراد مثلا الأسرة ومش هتعملي كيلو، أقدر إن أنا أزود بقى الفلفل بتاعي الألوان، أزود البصل. أولا بتزودي من الكمية بتاعتي، وبتزودي من القيمة الغذائية بتاعتي. السجق الاسكندراني ما بيتحطلوش الفلفل الايه الالوان. ممكن نحط له بقى شويه ميه صغيرين. خليهم بقى ايه يدبل الفلفل يدبل والسجق يكمل السوا بتاعه. انا لسه مش هضيف دبس الرمان دلوقتي خالص، لما يدخل في السوا بتاعي ممكن نضيف ملح بقى
برضو الملح مش هيبقى كتير، لان انا عندي ايه السجق عندي متملح اساسا، فاضيف بس عشان الخضار والبصل والفلفل اللي انا ضايفاه مع السجق. ريحة السجق خطيرة، هسيبه بقى يتشرب كده ونكمل المكرونة بتاعتنا. عادي نحط بقى دلوقتي الصوص بتاع الطماطم. صوص الطماطم ده ممكن بتضربيه في الخلاط وتحطيه زي ما هو من غير تسبيكه، وبتصفيه وبتحطيه بعد كده على الحله بتاعتي، تمام، بتتسبك معايا انا عشان الوقت بتاعي. انا مسبكه اوريدي الطماطم بتاعتي ومصفياها، هبتدي ان انا اضيفها على اساس نطلع فاصل بقى قصير ونيجي نكمل بقيه المكرونه والسجق بتاعنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طبعا السجق اهو ابتدى يدخل في السوا بتاعه، هو ما بيخش كده كده سوا على النار، يعني على اخر الحلقه باذن الله يكون استوى. وضفنا له قبل الحلقه قبل الفاصل، حطينا له الفلفل الالوان وحطينا له الفلفل الاخضر بتاعنا. انا هسيبه بقى يكمل السوا بتاعه عشان ندخل فيه المكرونه، نكمل المكرونه اللي احنا كنا بنعملها. لو حابين اقول السجق عشان لسه فاتح الشاشه دلوقتي يبقى عارف السجق احنا عملناه ازاي. انا اي جريل او اي صينيه عندي ببتدي ان انا احط السجق، سواء تحطيه بوحداته زي ما هو كده او ان انت تعمليه بالمقص او السكينه، وتبتدي تقطعيه بس مش صغير عشان ما يطلعش الماده اللي فيه او تطلع اللحمه المفرومه اللي جواه ويفك منك. بعد كده ببتدي ان انا اشوحه كويس جدا على كل الجوانب، وبنزل بعد كده بالبصل. البصل بتاعي ببقى كميه محترمه كده من البصل. انت عندك نص كيلو سجق هتطلعي كيلو سجق معمول بالبصل وبالفلفل الالوان والفلفل الاخضر والثوم اللي انت هتضيفيه للسجق. انا حطيت بعد كده ضفت بعد كده البصل، وبعد كده اول ما تشوح البصل معايا ودبل شويه ابتديت ان انا احط المنكهات بتاعتي او البهارات بتاعتي. حطيت بابريكا وحطيت فلفل اسود وحطيت البهارات، وطبعا ما كترش من الحاجات دي ان اوريدي السجق اساسا بيبقى جواه التوابل بتاعته. وبرده ملحت السجق، وبرده الملح مش هتزيدي كتير في الملح عشان السجق اساسا بيبقى متملح ومتبهر، فكده كده ما بزودش فيه. بعد كده في اخر حاجه خالص انا زودت الفلفل الاخضر او فلفل الالوان. سجق الاسكندراني ما بتعملش الفلفل الالوان، ما بتحطلوش فلفل الالوان، دي يعني زياده من عندنا بحيث نزود القيمه الغذائيه بتاعتي وزود الكميه بتاعتي. انا حابه زي ما قلت لكم كده عايزين نعمل اكلات اقتصاديه او يبقى عندي كميه صغيره وزي اطلع منها طاجن كبير او كميه كبيره اكفي عدد افراد الاسره من غير ما اكلف نفسي. فانا النهارده النص السجق ده هيعمل لي سيرفيس كبير من السجق قد كيلو سجق. وجبت فصين ثوم وقطعتهم ترنشات كده على السجق بتاعي. هفضل بس الدبس الرمان اللي انا هحطه، بس هحطه في الاخر لما يدخل فيه السوا. هسيبه بقى كده هو على العين الثانيه وادخل بقى في المكرونه بتاعتي اللي احنا ما كملناهاش. بس تسخن معايا شويه وبعد كده انا هضيف معايا السجق بتاعي. انا بقطع السجق التاني اللي انا هضيفه ليه المكرونه. بيبقى يعني واحدتين ثلاثه على حسب الكميه اللي انت حابه تعمليها. انا طبعا حطيت الاول اول حاجه خالص نزلت بيه البصله، واول ما اصفرت البصله بتاعتي معايا كده ودبلت حطيت نزلت بيه الفلفل الاخضر بتاعي برده متقطع صغير، وبعد كده حطيت معلقه او معلقتين معجون طماطم. وانا عامله الصلصه متسبكه اهي اساسا، انا ضربها في الخلاط ومسبكاها نص تسبيكه بحيث ان انا ما اخدش وقت على في الاكل بتاعي على الهواء. هبدا بقى ان انا اضيف السجق بتاعي. يتشوح كده وياخد من التوابل بتاعتي.
طبعا صلصه الطماطم، اما تضربي الطماطم في خلاط وتصفيها وتحطيها مباشره كده على المكرونه وتسيبيها تتسبك مع نفسها، لاما انا ضربها كده وحطها مع معلقتين زيت على النار وبتصفيها وبتسيبيها هي تتسبك مع نفسها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، بتبقى نص تسبيكه كده. النهارده طبعا الصف ده السجق ده بيحب اي مخللات جنبه، هنعمل مقبلات النهارده، البتنجان المخلل العروس، وهنعمل كمان الطماطم المخلل. السجق خلاص قرب يخش على السوا بتاعه. هضيف برضو هنا يعني حاجه بسيطه كده عشان يسوي السجق بتاعي قبل ما اضيف المكرونه بتاعتي. برضو هنا هحط التوابل بتاعتي، الريحه مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. حطيت بابريكا وحطيت فلفل اسود، هنا السجق كميته قليله فابهر بقى الاكل بتاعي المكرونه بتاعتي. حطيت بهارات، وهضيف ملح بس مش كتير. ممكن بقى اسيب السجق بقى كده نكمل سواه، ونتكلم شويه على البتنجان. اهو انا عايزه بس اجيب الصوص بتاع المكرونه، هو جميل جدا اهو. ممكن بقى اضيف دبس الرمان دلوقتي على السجق، بحط معلقه او معلقتين مش بزود عن كده. وبعدين بيديه مزازه حلوه جدا وبيعلي التيست قوي وبيغير من لون السجق ويوديه في حته تانيه خالص. كده يعني خلاص عايز بقى عيش بلدي، وعايز شوية جرجير ومخللات، وعايز التاني. والسجق التاني بتاع المكرونة ابتدى دخل في السوا اهو، عشان اضيف المكرونة بتاعتي. المكرونة بتاعتي اهي هنسلقاها زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، ومجهزاها على ان انا انزلها على طول في الصوص بتاعي. هستنى شوية على سجق بس قد يعني دقايق كده يدخل في السوا، عشان اقدر ان انا اما اضيف عليه المكرونة. هي المكرونة اوريدي مسلوقة ومستوية فمش هتاخد كده مني سوا. لو انا حابة اعملهم طاجن بقى هوريكوا ازاي ممكن اعمل طواجن صغيرة، يعني هوريكوا طاجن واحد بس بعد ما اخلص المكرونة خالص واحطهم على بعض، بحطه في الطاجن وبضيف عليه الجبنة بتاعتي واحطها في الفرن. مجرد بس وكل حاجة عندي مستوية، المكرونة مستوية والسجق مستوي والتسبيكة موجودة، فخلاص هي مجرد هتاخد بس الوش بتاعي وتسيح الجبنه من على الوش. هو السجق كده يعتبر خلاص برضو. لو نبدا في الوصفه الثالثه اللي هي البتنجان المخلل نبدا فيها عقبال ما نكمل سوا السجق بتاع المكرونه والسجق التاني. نوطي بس النار عليهم شويه عشان يستوي براحتهم. المقادير هتنزل دلوقتي على الشاشه. عندي البتنجان، بتنجان عروس، عندي فلفل اخضر، وعندي الحشو بقى اللي انا بخلل بيه البتنجان وهو ده الدريسنج بتاعي. عندي فلفل اخضر وعندي فلفل احمر برده، وعندي خل ابيض، وعندي ثوم، عندي ملح وكمون وعصير ليمون، وبحط بهارات طبعا وبابريكا، وعندي معلقه هريسه شطه.
انا طبعا عامله ايه فرشه جرجير كده محترمه للبتنجان عشان احط عليها البتنجان بعد ما اخلص التخليل بتاعه. اهي ده بالنسبه للخلطه اللي انا لسه قايلاها في الريسبي. هي بتحطي قرنين يعني حبتين فلفل رومي سواء اخضر واحد مثلا احمر وفلفل حار، كل ده بتحطيه على كل ده بتحطيه في الكبه، وبعدين بتحطي معايا 3 أو 4 فصوص ثوم وبتضربيهم كلهم في الكبه سواء الفلفل او مع الثوم، وبتضيفي كمان معاه كزبره خضراء او بقدونس اخضر مفروم، يعني انت بتقطعيه مفروم ناعم وبتحطيه هو بياخد مع الخلطه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفينها كده تمام. وبعد كده ببتدي ان انا اضربها في الكبه وبحط عليها بضيف عصير الليمون بتاعي ما يبقاش مخلل، انا بعصير الليمون، وطبعا بحط الخل بتاعي وبحط معلقه هريسه شطه لو انت عايزه الحاجه سبايسي، لو مش عايزه الحاجه سبايسي مش لازم تحطي هريسه الشطه بتاعتك، ممكن لان انا حاطه اوريدي فلفل حار معايا في الخلطه بتاعتي. الخلطه بالشكل ده اهو انا ضربها في الكبه اهي، هبتدي ان انا احشي بيها البتنجان. بس اطمن بس على السجق بتاعي الاول ان هو كده خلاص، هبتدي ان انا ممكن اسرفزه بقى او اخليه بس ايه يعني دقايق كده اوطي عليه خالص. نرجع تاني للبتنجان، انا عملت الحشوه بتاعتي خلاص بتاعت البتنجان. البتنجان العروس طبعا بتشيلي القمع بتاعه من فوق، وهو ليه طريقتين، اما تسلقيه لو انت مش حابه تستخدمي ماده دهنيه او زيوت وكده، والزيت دلوقتي غالي فحابه تسلقيه بتسلقيه وبعد كده بتخليه بنفس الخلطه بتاعتي دي اللي انا بستخدمها. انا النهارده قلياه، بتشقيه من النص كده زي ما حضراتكم شايفين كده تمام، وبتنزليه في الزيت بتاعي وببتدي ان انا احمر البتنجان بتاعي اهو، انا بشقه بس من النص وابتدي ان انا احمره معاه طبعا فلفل اخضر. هبدا ان انا اخد الحشو بتاعي ده ولا انا احشي بيها البتنجان بتاعي اهو. ممكن بقى ان انا اشيل ده كده الخلطة دي بيتعمل بيها البتنجان الرومي تمام، بيتعمل بيها الفلفل المخلل، عايزة تعملي طماطم مخللة نفس الكلام هنحشي بيها طماطم دلوقتي، عايزة تعملي بطاطس مكعبات تحمريها وبعد كده تعمليها سواء بتومة بطاطس حارة او تعمليها تخلليها بالكمية بتاعت الحشو دي مفيش مشكلة خالص. نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني. طبعا بعد الفاصل بقى هنبتدي نحط الايه السجق، نبتدي نسرفس السجق بتاعنا. مش عايزه اقول لكم ريحته عامله ازاي اهو كده، السجق بتاعي خلص. نكمل البتنجان بقى اللي احنا كنا بنعمله وقت الفاصل، نحشي بقى البتنجان. نقول الخلطه بتاعت البتنجان تاني اللي لسه فاتح دلوقتي الشاشه، بضرب حبيتين لتلاته فلفل رومي مع فلفل حار مع كام فص ثوم يعني 3 أو 4 فصوص ثوم، ببدا ان انا اضربهم في الكبه بتاعتي، بحط معاهم عصير ليمون او كمان معايا حبه يعني 3 أو 4 معالق خل، وبحط بقى البهارات بتاعتي البابريكا، بحط الكمون، بحط البهارات بتاعتي، عايزه تحطي كاري وكركم مفيش مشكله، وبحط كمان كزبره خضراء او بقدونس المتواجد عندك ومتوفر عندك، الاثنين واحد والاثنين بيدوا نفس يعني نفس النتيجه. ببتدي ان انا اضربهم كلهم في الكبه بتاعتي وبضيف كمان معلقه هريسه لو انت حابه الحاجه سبايسي كده. انا دلوقتي بحشي البتنجان اهي، احنا لسه فاضلنا بقيه المكرونه لسه هنعملها. هبدا بقى بنفس الخلطه دي اللي انا اعمل الطماطم المخلله بتاعتي. اهي
بحط لها الحشوه بتاعها واضيفها معايا على الفرشه بتاعت، انا عامله فرشه كده للطبق من الجرجير، هو لايق قوي مع السجق ومع البتنجان. نفس الخلطه او الحشو اللي انا عملته للبتنجان اعمله للطماطم. قلت برضو لو في عندك بطاطس مخللة، بطاطس مكعبات او صوابع، بتعملها زي ما بنجيبها من المطاعم بالظبط اهي. انا بقى هجيب دول بقى اللي هو الفلفل الحار بتاعي، هبتدي ان انا اعمله في الخلطة كده. اعمله في الخلطه كده الفلفل، الفلفل الحامي بتاعي، وابدا ان انا ارصه في السرفيس بتاعي اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. انا حطيته في الخلطه بتاعه البتنجان اللي انا حاشيه بيها البتنجان اهو. ابدا بقى ان انا ارصه كده اهو، يعني ده طبق خطير. اهو نكمل بقى طماطميتي كمان. كده برضو البتنجان بتاعي جاهز لان انا خلصته كده تمام. ممكن نرش شوية بقدونس بقى على الوش كده، انا عاملاه في الخلطة كمان معايا بس هرش على الوش دي. نرجع بقى تاني للمكرونة، هو كده البتنجان خلص بالطماطم المخللة والسجق برضو كده خلص. نرجع تاني بقى ليه المكرونة بتاعتنا اللي احنا عملناها، احنا حطيناها بالسجق مش عاملاها كطاجن، بس هوريكم ازاي تتعمل. ممكن لو حابين تعملوها كطاجن كده تحطوها في الفرن، مجرد تاخد وش كده وتاخد معايا الجبنة الموتزاريلا او الجبنة المبشورة بتاعتي، احطها جبنة رومي مبشورة احطها على النار. ده مش طاجن زي اللي بيتباع في محلات الكشري. الطاجن اللي بيتباع في محلات الكشري لما بيتعمل بطبقه من اللحمه المفرومه او بيتعمل طبقه من الكبده او طبقه من السجق، سواء اي حاجه من الثلاثه بيتشوحوا الاول وبيتعملوا، يعني بعصج اللحمه بتاعتي عادي جدا، وبرده بالنسبه للسجق بعمل السجق زي ما بعمله كده بالطماطم والبصل بتوعي، واحط له برده فصين ثوم واسويه خالص. بعد كده برده بالنسبه للكبده، بعد كده بجيب الطاجن بتاعي ببتدي ان انا احط بدهنه زيت الاول طبعا، وبعد كده ببتدي احط الطبقه بتاعت السجق بتاعتي في الاول وبضيف المكرونه. في ناس بتحب تضيف المكرونه زي ما هي كده من الكيس زي ما هي نيه، مفيش مشكله. وبتحط لها بقى صلصه الطماطم بتاعتي بتبقى يعني نص تسبيكه، بحيث ان هي تسوي المكرونه بتاعتي. لكن انا لو حطيت الصوص بتاعي او صلصه الطماطم بتاعتي متسبكه جاهزه مش هتبقى فيها ميه، فبالتالي المكرونه انا حطاها في الطاجن بتاعي مش مستويه، فبالتالي انها بتنشف مني ومش بتكمل سوى المكرونه، والمكرونه بتاعتي بتعجن تمام. فلو حابه ان انت تسلقي المكرونه ممكن تسلقيها نص سوا او ثلاث ارباع سوا زي ما بنعمل البشاميل كده، وبتحطيها برضو في القالب بتاعي بعد طبقه اللحمه المعصجه او الكبده او السجق تمام كده. بعد كده بتبتدي تحطيها في الفرن، هي من 20 ل 25 دقيقه بيبقى الطاجن بتاعي جاهز. ده بالنسبه للطواجن اللي هي بتتباع في المحلات بتاعت الكشري. انا كده دلوقتي بالنسبه للسجق بتاعي جاهز واستوى اللي احنا عملناه. انا دبلت البصل الاول وبعدين نزلت بيه الفلفل بتاعي الاخضر والفلفل الالوان ودبلتهم مع بعض، وبعد كده رحت نازله بيه السجق بتاعي
وحطيت له يعني معلقتين ميه في الثلاثه لحد ما يستوي شويه معايا. هو خلاص دخل كده في السوا تمام. هضيف بقى انا المكرونه بتاعتي هضيف جزء جزء واقلب بحيث لو احتاجت صلصه او احتاجت المكرونه انا سلقاها وحاطه لها معلقتين زيت او معلقه زيت بس عشان تبقى بالجمال اللي انتم شايفينه ده، ما تبقاش لازقه في بعضها وماسكه في بعضها تمام. هي المكرونه الكيس المكرونه او المكرونه العاديه بتاعتنا بتاخد من 8 من 7 ل 8 دقائق على النار. انا كده محتاجه ان انا اضيف لها اضيف بقيه المكرونه وهضيف بقيه صوص، هحط صوص كمان معايا. انا مسبكه طماطم اساسا، هنزود الصوص بتاعنا نبهرها بقى كده. المكرونه تعتبر خلصت، انا مدعماها بس بالسجق يعني مديها طعم السجق والفلفل الالوان تبقى طعمها مختلف عن المكرونه المصلصه العاديه. هي كده تعتبر خلصت. ممكن بقى نضيف بس تسخن شويه، اضيف لها بس شويه يعني رشه فلفل اسود ورشه بابريكا كده ورشه ملح. هبدا ان انا بقى افرغها. بحطها في السرفيس بتاعي كده دلوقتي. أكلة سريعة وسهلة، ست البيت تقدر تعملها بسرعة جدا اهي. انا دلوقتي ممكن انا اعملها كقالب بقى واحطه بالجبنه. انا هعمل قالب صغير كده يعني يكفي فرد واحد. هجيب الطاجن بتاعي اهو واحط فيه المكرونه وبعدين بضيف له الجبنه الموتزاريلا واكون دخلته الفرن. هو هياخد بس الوش بتاعي ويطلع لي خطير. ده حاجة زيادة يعني لو حابة تعمليها كده كطاجن حلو، هو مجرد بس الجبنة هتسيح وخلاص. احنا النهاردة عملنا البتنجان المخلل مع الطماطم المخللة، وعملنا السجق بدبس الرمان، وعملنا المكرونة بالسجق اهي. هي بس هتدخل تاخد وش في الفرن تمام. كده حاجتنا جاهزة والمنيو بتاعنا النهاردة جميل وسهل. نقول عملنا ايه تاني النهاردة؟ عملنا المكرونة بالسجق مش طاجن، عملناها بالسجق. ولو عايزينها طاجن بنحط عليها وش الجبنة كده ونحطها في الفرن بشكل سريع. وعملنا البتنجان المخلل، وعملنا كمان السجق بدبس الرمان والفلفل الالوان، سجق الاسكندراني، واكله سريعه كده وحرشه زي ما بيقولوا بالبلدي قبل دخول شهر رمضان. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكون بسيطه وسهله عليكم، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.